it's on again. Better get ready to climb back on the limb. Come on, man, shake the dust off and move. Don't yawn and prolong what you got to do. And if you've been going through any negative phase, well, here's your opportunity for turning the page. Today's a new chapter. Write your plot and make it end with the win. Give it all you got. But first, you gotta rise, look alert and alive. Get the dirt from your eyes and work for the prize. Get it done, 'cause we ain't even trying to lose. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج شادي Unleashed الآن تي في. أنا آسف، كوميك كون دبي تريد سنتر. This is my event. دي الحاجة اللي أنا مش أحب أغطيها. السالفة النارية. My people right here. Let's go. شوف. هاي بوروتو. أوكي، بوروتو هو ابن ناروتو. أنا كاركتر، ماي كاركتر is from their clan، من عشيرتهم هم. اللي هم اسمهم اليوتشيها كلان. اليوتشيها كلان عندهم فيجوال باورز، قوة نظرية، اللي هي بالعدسات، مش عدسات، العيون اللي عندي اسمها الشارينجان. أكاتوكي ممبرز، أعزائي المشاهدين، أنا آسف، كوميك كون. طبعا نحن اللبسة اللي لابسينها اسمها أكاتوكي، زي ما صاحبي عارف، هي اس كلاس جانج في ناروتو. هم عصابة من أخطر الناس في العالم. Outlaws. مرحبا، شو اخبارك؟ الحمد لله. تقول لنا اسمك لو سمحت؟ بوكو زايد. بوكو زايد. امريكا. اوكي، انا اسالك، انت متى بديت تحضر انمي؟ ومين احسن انمي كاركتر عندك؟ والله بادي من فوق العشر سنوات. اوكي. ووز يور فيفرت كاركتر؟ احسن كاركتر عندك؟ ياريو من هنتر اكس هنتر. ووو. اي لايك ذا مان، هي جت سبورت. زين، لا تنسوا نظارته. لا، يوريو. يوريو يا. عندي نظارته انا بعد. اوه. انزين، اوكي، في ناروتو فيرس، منو انت يعني في عالم ناروتو؟ مين في رايك انت اقوى شخصيه ايفر؟ كاغيا. تنسوا؟ كاغيا. شقات سيل. سيل ما قدروا يقتلونها. اي بس بعدها طلعوا هاي الموموشكي مدري مين جماعه. بس هاي صح، كاغيا. كاغيا صح، يعني يعني انت يسنك انه اوتوتسوكي هم اقوى قبيله، اقوى عشيره هي ولا اقوى يوتشيها؟ لا، اقوى عشيره اوتوتسوكي. بس هذا اللي خلاص نحن بس مين؟ احنا بنكونسيدر ذم جودز، يعني هم يعني هم اوتوتسوكي الهات. هم ذي نوت ريلي فول هيومن. يا ذي نوت فول هيومن، من الفضاء. ايه. بس من العشائر اللي ها عندك الاوتشيا والسنجو والهيوغا. هيوغا صح. زين، اوكي حبيبي، ثانك يو فيري ماتش، شكرا على وقتك، وتشوفك قران. يوتشيها مدارة. سو يعني في عشيرتنا ده جدي مدارة، هو يعني اليوتشيها، الفاوندر بتاع اليوتشيها، عشيرة اليوتشيها كلان، مدارة أقوى واحد. أنا في رأيي أقوى واحد. لو سمعت يوتشيها مدارة، run. That's it. فأنا حسب نشوف حاجة اسمها الكوسبلاي. الكوسبلاي انه هو انت تكون لابس زي كاركتر من مسلسل، من موفي، من انمي. انا I'm doing a cosplay. انا لابس كوسبلاي اكاتسوكي، هي عصابة من ناروتو. دي كلها صور ايكونيك من الانمي، ايكونيك بيكتشرز. ف عندك اتاك اون تايتن، بليتش، كاكاشي، باكوغو، ميدوريا، جوكر، ذا ديمون سلاير، 7 ديدلي سينز، 1 بونش مان. هنا ديل عندك ستريت فايتر، صاحبك ايرين، لوفي، هيسوكا،
بعدين اهم واحد في النازل كلها كاكاشي سيكث هوكاجي، هو برضه من مش من عشيرتنا بس هو برضه عنده شارينجان زي ما انا عندي شارينجان. حبيب مرحبا، السلام عليكم. يا مرحبا، اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ نورتني. منورين فيكم. لو سمحت عرفني باسمك واسم المحل. محمد عبد الله، رسام فنان تشكيلي، كوميكون اختصرها عليك. كوميكون بالنسبه لي انا هذه خامس مشاركه، ودائما حريص اني انا اشارك في كوميكون عالم الانمي داخلي. عالمك زين. منو اقوى واحد في ناروتو؟ I don't know. عطني في رأيك أقوى واحد. أنا برأيي يعني أو إنه مش أقوى واحد، أقوى ability، أقوى. بالنسبة لي أنا كاكاشي. أوكي. تعطيني بس. I like it. إيه شوف كاكاشي هو أنا من أحسن characters. أيوة. أحسن الشخصيات كاكاشي. بس إذا أقوى واحد ما أدري، لأن هو عنده مشكلة في الشاكرا. لما استعمل الشرينجن وايد الشاكرا goes down، ينزل وتسوي أموره صعبة مرات. انت اخبر فيه. لا انا لان كاكاشي هو من صدق من اقوى الناس. انت تعرف ان انا احرجتني مجرد رسام انا. اي ايوه. بس الحين هاي رسمات، هاي رسمات كلها انت رسمنها ما شاء الله. اي نعم، خاصه لي ما شاء الله. اوكي انا حوريكم رسمات كاكاشي، ساسكي، ايرن، جماعه كلهم. طيب انت في الانمي فيرس مين احسن انمي عندك؟ بالنسبه لي في الحديث اتاك اون تايتن. أتاك أون تايتن. إذا بترجع لشو اللي أنا أفضله بالنسبة لي أنا في مرة عصور الأنمي، مونستر. مونستر قديم جدا. هذا أنا ما شفته بس على تشيك أوت. بس أتاك أون تايتن زي. وشو رأيك في ديمون سلاير جديد أجدد شيء؟ والله هو الأكثر طلب بالنسبة لي أنا. أي. الأكثر طلب عليك كاركترز رسم. أي أوكي خلاص، نحن بنطلع صور بتاعتك ونشوفك فيرسون. شكرا جزيلا، تسلم. وشاكر لكم، وبالعكس يعني شرف لي انا اتصور معك. تسلم حبيبي، شكرا لي. شكرا، مع السلامه. اعطيهم بيس. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونرجع لكم كوميك كون شادي انليست. في كوسبلاي كومبيتيشن، مسابقة كوسبلاي. شوف إذا أنا دخلت حفوز. توتشيها شادي. Hey, what are you? But what eyes do you have? Yappy 9, Gucci, One Piece. I didn't watch One Piece. Because I'm going step by step. Naruto, Hunter X, Dragon Ball. Yeah, I finished Naruto. Like, I'm still on it. But no, don't watch Boruto. Come on, like that's 20 million. Yes, that's why I'm Yuchiha. But صراحة One Piece, I watched an episode like 33. I was like, I can't do this. The drawing throws me off. قصدك أن الضربات طويلة صح؟ No, I don't know. I don't know what it is. بس الرسم نفسه like throws me off. No. It will get so much better. Like you can see the progress in my artist. Definitely. One Piece. وايد يتغير. وايد وايد. وايد يتغير. Yeah. عن كل جزء يتغير. وايد 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 وايد. Because I like the story. Luffy is hilarious. No. But I'm just like. لأن كل الرسمات تتحسن والله. You wouldn't regret it. It will be so epic. لأن أصلاً you will realize later on. It's too long as well. Because you think things are random at this point. بس بعدين you will be like. It's amazing. You should continue. أنا because listen, I had doubts about Naruto, and then I'm like, this is my favorite character ever. He's funny. He's hilarious. لا شوف، إذا تحب سوالف الفاني like funny characters
one piece is your thing. Then later on, like a rivalry between Sanji and Zoro. أعزائي المشاهدين، نحن الحلقة الماضية كانت عن girl gamers، البنات اللي بيلعبوا games. We support، نحن بندعم البنات اللي بيلعبوا games، داخلين معانا في نفس العالم. أسي هنا عندي ضيفة عزيزة، هي جدا فاهمة ومتعلمة culture، مثقفة في عالم الأنمي almost زي أنا. ممكن تشرحي لنا إنه شو هو فن تجميع الفيجرز؟ What does it mean؟ What is it about؟ فكرة وما فيها هي إن عالم الأكشن فيجرز هو عالم فن، ففنانين يعني في فنانين عالميين يبنون القوالب اللي تنصب فيها المواد اللي تصنع الأكشن فيجرز، الألوان اللي يلونها أرتستس من حول العالم، نفس الأرتستس اللي يسوون المعدات والآخرين للأفلام اللي تشوفونها، نفس مثلاً عندكم ويتا وركشوب، هذول هم اللي سووا اللورد أوف ذا رينكس. يعني قالت الكلام كامل، ما في حاجة أنا زيدها، لأنه أنا من زمان الأكشن فيجرز أنا ون أكشن فيجر بس سوري، بس المنتاليتي بتاعت كولكتنج اكشن فيجرز، شكرا لك شرحتيها لنا، وهي من جد جزء من الخيال العظيم يكون عندك في الغرفه. اوكي، واتس يور فيفرت موست فيفرت اكشن فيجر؟ احسن اكشن فيجر عندك مادارا يوتشيها. هاي فايف، انا ذا هاي فايف كوز ام يوتشيها، ام يوتشيها كلاين تو. شكرا جزيلا على المقابله حلوه جدا والمعلومات المفيده، وللبنات دائما نحن ندعم البنات اللي يدخلوا نحن معنا جو girl gamers، بنات اللي بيلعبوا، بنات بحضر انمي، البنات اللي في مارفل respected، دعم لنا. Thank you very much. معي واحد من احسن اصحابي في الجو، ابو جنيبي. هلا، انت الوحيد اللي I'm giving you introduction، you don't have to introduce yourself. مرحبا، شو اخبارك؟ الحمد لله، اسمي عبد الله الجنيبي، مصور اي كي سوشيال ميديا، جيمر بيج تايم، اكشن فيجر كولكتر، كل شيء بتاع كله. انا اي نو يور بروفايل، البروفايل مالك يعني undefeated. everybody knows mashallah. So tell me, انت الحين كوميك كون، يعني يوم تي كوميك كون، شو اكثر شيء you look for، يعني اكثر شيء you're trying to get something unique، like action figures، like no one did like something unique، something creative، like you cannot find it online or anywhere. الاشياء اللي هي rare، نادره، collectors. هذا شيء حلو يعني. زين، انت انا بسالك، واتس يور فيفرت انمي؟ احسن انمي عندك شو؟ احسن انمي عندي ايفر 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 ذا بيست اوف اول تايم از ون بيس. ون بيس، كيف يعني؟ انا اسال الناس وكل حد يقول لي ون بيس، ان ماي هيد ام ثينكينج ناروتو، ما ادري شو، لان ون بيس انا اي واتش ايبيسود 33 بعدين الدروينج ثرو مي اوف. بس الحين الناس يقولوا لي ان لايك ات جيتس كريزي. يا ون بيس ات جيت كريزي بيتر ذان ناروتو يعني؟ يس ات از، because it stopped، خلاص it's finished. بروتو الحين شو والله. Yeah, but One Piece is not finished yet. It's still going on till now. Man, like for how long? 20 years. Yeah. 20 years. Well, maybe I'll get into it. And then, okay. Girl gamer. Okay, how your actual figures اللي كانت تكلمنا عنها، your collector، هذا شو اسمه؟ Fairy Tail. Fairy Tail، بس what's the name of the guy؟ هذا هو. That's your guy. هذا يعتبر جدي. يوتشيها مدارا. QB97. عطهم، look at the eyes. The Sharingan. Sharingan. هذا هو. وعندك One Punch. One Punch. I forgot, bro. هذا monsters عنده too many. What is that? Looks like a Rasen Sharingan. صح؟ No, that's the old enemy still going on. Death mask, yeah. Jeez. I don't know about it. It's old. I don't like it though. Okay, can you explain to us the cosplay competition, please? يعني تشرح لنا، يعني اشرح لنا شو هو الكوسبلاي أول شيء، وشو هو المسابقة، يعني المسابقة what is it's rated on؟ Because أنا حسيت إن أنت شو لابس، بس يوم رحت هناك في رقص، في lyrics، يعني standard
Cosplay competition, everyone have unique performance. Okay. So they're gonna يعني يلبسون كوستم something they like, يحبون الأشياء الأنمي or any game or something like that. بعدين بعدين هم يحطون any performance or their style. So the judge is gonna see what's the custom like, is it perfect or real, well done and all. يعني الحين هو مو بس على الزي, يعني مو بس على الشكل, في شكل و performance. بس كل واحد عنده different performance styles, not the same, you know. يعني كله ميو, كله غناء ورقص ولا؟ غناء ورقص وperformance. Signature moves. Signature move and the cosplay. يعني كله مع all in one. That's amazing. So yeah. أبو جنيبي, شكرا جزيلا. حبيبي. Thank you for. إن شاء الله we do it again. إن شاء الله. Respect. I'm always here every year. Respect. Me too. Every year. Me too. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين, أنا في كومي كون, فصراحة اللي لقيت محل very interesting. أنا شايف كريتوس لابس جلد, فأنا عايز أفهم من الفاوندرز رأي المحل إنه الفكرة شنو. مرحبا, السلام عليكم. يا مرحبا, كيف الحال؟ الحمد لله بخير. ممكن تشرح لنا أن محلكم و what's going on, إنه شو السالفة, why كريتوس لابس جلد, في عندكم ناس ماسكس سكيلتنز, موضوع مخيف شوية. لا لا مو بمخيك. اول شيء مرحبا بكم, نورت المحل. نورين فيكم ابوي. ثاني شيء فكره سريعه عن المحل. المحل اسمه ليذر ديزاين, عباره عن نشاطين. النشاط الاول اللي هو الليذر, نقدر نسوي لك كاستمايز اي شيء بالليذر, فيست, جاكيت, بانت, اي شيء. حتى لو تلاحظ الجلوفز هاند ميد فروم زيرو. واو. وذا ديزاين. سو انا هني اروح مكتب شاد, بس كيف ما حروف ما تكفي. اي شيء عادي. اي زين. الفكره اهم شيء, الفكره تكون موجوده. أي. والتطبيق علينا. أي يعني, لان هاي انا صراحه I'm very impressed, يعني ما فكرت فيها من قبل, ان كريتوس لابس he looks like a proper biker. شكله بايكر. صح صح. اعزائي المشاهدين, انا معاي الفاوندر بتاع ليذر ديزاين, اللي هو نحن نعطيه براءه الاختراع. هو بيرسم اشكال ويعني فيجرز على ليذر جاكيت, على جاكيتات جلد وكستمايز, تختار اللي عايزه. مرحبا, السلام عليكم. شو اخبارك؟ الحمد لله, الله يسلمك. تعرفنا على نفسك وعلى محلك وعلى الفكره ومن وين جت يعني الفكره العظيمه. اسمي عبد الله السناني, مؤسس ليذر ديزاين. ونعم فيك. الفكره كانت اني ابى اسوي شيء غريب غير عن الموجود في السوق, فحبيت ان الشخص الكاستمر يومي هو يسوي هيز اون ديزاين. فعشان نسوي هذا الشيء لازم تكون ماتيريال كلها عندك موجوده في المحل, وهذه كانت الفكره. هذه ديزاينات اللي موجوده عندنا, جبنا كم كولكشن للمحل. وي تراي تو ميكس بين الالوان, البلاك عندنا مع الفاير. هذا الجن, جن جن كازاما تيكن. كود بي كود بي كود بي. ستايلات الروك موجوده عندنا. اكثر الكاستمر الموجودين نحن يعني البايكرز, لأن البايكرز أكثر شيء يستخدمون إلا ذا. هذه البستات كلها شغلنا. You can customize. هذا سويته. It's my favorite. I'm my favorite. هذه خلني أخبرك فكرته. هذا كان يوم الشهيد قرب, كنت بسوي شيء يخص يوم الشهيد, فسويت هذا الستايل. واو. وحيك عليه أنا. وفوق هذا يعني حتى جبت الفاير وحركته عشان يبين. It looks amazing. Look, يعني شكله حرب حرب. يعني واو. ما حبيت يكون شيء يعني شيء. ومن داخل بس نشوف من داخل اسمها. من داخل استخدمت قطعة الجيش. واو واو. We are recording video. زين. و you can customize your jacket. حط له الباتشز اللي تباه. اختار ديزاين الباتشز. كولكشن البانت موجود تحت البناطلين. الكاستمر اللي حابين. فهذه هي فكرة المحل. هاي اللي فوق شو؟ هذه باتشز. If you want to customize your jacket. On my jacket. On your jacket. يا أخي أنت الصح, أنت الصح. أعزائي المشاهدين, كانت الحلقة النارية في كومي كون دبي. تكلمنا مع ناس عن أكشن فيجرز, عن الأنمي, فهمنا موضوع الكوسبلاي, يعني شنو الكوسبلاي, ليه الناس تلبس كده, يستعمل كده, ليه الناس بتجمع أكشن فيجرز. مقابلات مع ناس ثقافون جدا عن الثقافة, وزي ما شايفين جماعة كلهم it's a good time, يعني وقت كويس. تابعونا 9:30 يوم الثلاثاء, شادي انليشت.
بيس كاجيبو نوجيتسو. Today's a new chapter, right to